نجم الله يعطيه العافية، عضو اتحاد القدم، رئيس اللجنة الإعلامية بالاتحاد. من آخر حلقة أنت قدمتها في كورة إلى اليوم، كيف شايف المشهد؟ والله أول شيء يعني أنا كنت من المحظوظين أني أعمل مع الوزير، وكنت قريب في فترة من غرفة العمليات. يعني هو ما شاء الله تبارك الله، ما شاء الله تبارك الله، لا ينام ولا يخلينا ننام. يعني الفريق اللي يشتغل معاه مطالب أنه 24 ساعة يكون جاهز وحاضر للعمل. الناس تعتقد أنه طريقة العمل عند الوزير هي طريقة فردية، أو يهتم فقط يعني تفاصيل الأندية الجماهيرية. بالعكس، أنا ما قد شفت في يوم من الأيام مر أنه يناقش ملف لنادي واحد، دائما الأندية كلها حاضرة على الطاولة. يتميز العمل عند الوزير أنه رجل مستمع جيد لأهل الاختصاص، يعني ما يحب يتفرد بالرأي في أغلب الملفات، يحب يطرح الموضوع على أهل الاختصاص ويحب يسمع أنت شو رأيك، أنت شو رأيك، أنت شو رأيك، وبالتالي يخرج بآخر خلينا نقول أو أفضل شكل للقرار. القرارات مش كلها لازم تكون بالضرورة سليمة 100% ونتائجها 100%. الميزة في الوزير، وهذه يمكن الناس شاهدتها يعني وشافتها، أنه لما يكون في شيء غلط يكتشف أنه في شيء غلط، ما عنده أي غضاضة أو تحفظ أنه يتراجع ويتخذ القرار الصحيح. مش بس كرة القدم، يعني العمل اللي يصير في الاتحادات الأخرى والألعاب الأخرى يعني عمل كبير. شفنا احنا المصارعة الحرة، شفنا البلوت، شفنا حتى حفل النهائي. رجل يحب يتابع التفاصيل ويحب يكون في الصورة في كل شيء، يعني دائما يحب يطلب 200%، ما يبغى 100%. المرحلة الحالية هي مرحلة انتقالية، بالتأكيد أنه اللي ضاع في 20 سنة أو 15 سنة ما تقدر ترجع أنت في شهر أو شهرين أو 6 شهور، يحتاج وقت. لكن المهم أنه في صورة، في توجه، أنت حاط البوصلة على الطريق الصحيح ورايح. ممكن يعني تنجز أشياء تأخذ 5-6 سنوات تنجزها في سنة، لكن إحنا محتاجين إحنا تكون متماسكين أكثر، متفائلين بالقادم. أنت دائما لما يكون عندك المسؤول عنده توجه، أنت تكون يعني تحس براحة أنه على الأقل في خطة، فاهم علي؟ أنت مشكلتك إذا ما في خطة. اليوم في تحركات في كل الاتجاه، هو شخص متطلب جدا على مستوى الجودة، على مستوى السرعة. يعني اللي يخلص في أسبوع يبغى اليوم، واللي تسوونه 80% أبغى 200%. صحيح، مرهق هذا الموضوع، لكن في نتائج يعني نزعم أنها موجودة على الأرض. اللي قاعد يصير على مستوى الأندية عمل كبير. يعني كل اللي صار، شوف أنا من وجهة نظري، كل اللي صار على مستوى الأندية هذا حطه في جهة. موضوع ديون الأندية هذه كانت كارثة مقبلة على الكرة السعودية. صحيح، كارثة حقيقية. هي كانت كرة ثلج صغيرة كبرت، ثم تحولت كرة الثلج إلى كرة نار، وأصبح الجميع يتقاذفها. واحد من أكبر الهموم اللي كانت موجودة على طاولة معالي الوزير ديون الأندية كيف تنحل. اليوم انت يجيك هذا المكرمة الكبيرة من سمو سيدي ولي العهد، انت بالتأكيد فصلت الفيش عن أكبر أزمة كانت مقبلة على كل الأندية، ومش واحد ولا اثنين ولا ثلاثة ولا أربعة ولا خمسة. مسلي معمر يمكن كشف لكم أرقام مرعبة. والمشكلة إيش؟ الموضوع قاعد يزيد ويكبر يوم بعد يوم. بالتالي عملية التصحيح أكيد حتاخذ وقت، لكن أنا متأكد، لأن أنا متأكد منه، الوقت اللي حتاخذه في أي يعني بالشكل الطبيعي 5-6 سنين، ممكن الوزير يحاول يخليها سنة. وهذا اللي خلينا شوي متفائلين. العمل 24 ساعة 7 أيام في الأسبوع باستمرار، كل واحد من اللي موجودين هنا، كل واحد من اللي موجودين هنا اطلع على جزء من العمل، واطلع على طريقة العمل، واطلع على كيفية الأداء. متفائلين إن شاء الله أن المستقبل يكون جيد. كل التركيز الحين على المنتخب السعودي. صدق كلهم والله، كلهم والله، أنا أذكر كلهم الجميع كان حضر وشاف. إحنا وفي غيرهم عشرات. إيه؟ طبعاً في جزئية المنتخب السعودي، وأنا هنا والله ودي أقول كلام مهم فيما يخص المنتخب السعودي. قدر أي مسؤول رياضي في أي مكان أن يحكم عليه من نتيجة كرة القدم. صح. فأنت تخيل يعني منتخبنا لا سمح الله، لا سمح الله، ما أدى الأداء الجيد، هل أنت راح تنسف كل العمل العظيم اللي صار؟ هذه مشكلة كبيرة.
لا بس صار في وعي عند الناس. لكن انت اليوم الناس عندها وعي الان. انت اليوم يجب ان تقيم التجربه كامله، يجب انه يكون عندك ثقه في اللاعبين الكبيره. صحيح. اللاعبين حصلوا على شيء يعني انا متاكد اكثر المتفائلين فيهم ما كان يحلم ب 50% من اللي صار. تنحل مشاكلك الماديه، عقودك، تحضير جيد للمنتخب في كاس العالم، الكره في ملعبهم، ونتمنى ان شاء الله لهم التوفيق، وان شاء الله يعني تكون الفتره الجايه يعني فتره خلينا نقول مزدهره للرياضه السعوديه بكل تفاصيلها. مشكرة القدم. بس عشان بس نطلع فاصل عشان بس مع الوزير.